بيكم معانا في الليلة الرابعة من ليالي سحورك علينا. إن شاء الله بإذن الله يكون ساعة بتكون خفيفة عليكم، أفكارها لطيفة، ونكون ضيوف خفاف عليكم وقت السحور، ونفيدكم بشوية أفكار تكون لطيفة جدا. وقبل ما نعمل أي حاجة تعالوا نشوف إزاي صيامنا يبقى أسهل. تكلمنا قبل كده انه من وحي سنتنا النبوية الشريفة، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد، ان احنا ناخد التمر واحدة او ثلاثة او خمسة او سبعة في اول الفطار، وبعد كده نتحرك نصلي، وبعدين نرجع نسخن معدتنا على طبق الشوربة، نملى معدتنا ونحس بالشبع، وبعد كده نبتدي بطبق السلطة اللي بيشعرنا بالامتلاء وبيعوضنا بالمعادن والفيتامينات اللي فقدناها في يوم طويل من الصيام، وبعد كده نبتدي بالبروتينات، وبعد كده النشويات، آخر حاجة النشويات، علشان بنكون خلاص إحساسنا بالامتلاء كمل، وأشبعنا برضو رغبتنا إن احنا ناكل نشويات زي الرز زي المكرونة وغيره، ولكن الكمية هتكون قليلة قوي. فده الترتيب اللي المفروض نمشي بيه. وبمناسبة النشويات، النهاردة احنا هنعمل أفكار لذيذة إن شاء الله للسحور باستخدام عجينتنا السحرية اللي بنديها حشوات متنوعة من الحشوات الحلوة والحادقة، وتقدروا تستغلوا العجينة والحشوات أو بحشوات تانية كمقبلات للفطار، وتقدروا تعملوها بكميات كبيرة وأحجام أكبر، ويبقى اليوم ده فطار عبارة عن معجنات لطيف جدا برضو. فالحقيقة الأفكار بتاعة النهاردة تنفع سحور وتنفع فطار. هنعمل بيتزا الأومليت، وده سحور لذيذ جدا جدا، وهنعمل العجينة السحرية بحشوات مختلفة كسحور أو كمقبلات للفطار أو كفطار خفيف. كل ده هنشوفه بعد ما نرجع من الفاصل، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بقى نعمل مع بعض اول حاجة العجينة. العجينة دي تقدروا تعملوا منها عيش، تعملوا منها بيتزا، تعملوا منها مناقيش، تعملوا منها معجنات زي ما احنا هنعمل النهاردة كده صغيرة ميني بحشوات مختلفة زي ما انتوا عايزين. وعشان كده احنا مسمينها العجينة السحرية، لانها بتمشي مع اي حاجة. هنزل لكم دلوقتي مقادير الكمية الاساسية، بس انا حاطة قدامي نص المقدار لاني عاملة عجينة خمرانة، فاللي قدامي ده نص مقدار عشان ما تتلخبطوش، لكن اللي هينزل قدامكم هو مقدار كامل. عشان نعمل العجينة السحرية محتاجين كل الحاجات تكون منخولة، كل الحاجات تكون في درجة حرارة الغرفة، كل المكونات تكون المكيال بتاعها بنفس الحاجة، يعني نفس المعلقة نفس الكوباية نفس كده وحدوهم. علشان نعملها محتاجين 5 كوبايات من الدقيق الأبيض المنخول، 4 معالق كبار من السكر، معلقة صغيرة من الملح ممسوحة، معلقتين كبار من الخميرة، 2 كوباية من المية الدافية، 4 معالق كبار من اللبن البودرة، علبة زبادي متصفية. العلبة دي حتى توزنوها بنفس الكوباية بتاعت الدقيق، يعني نفس الكوباية بتاعت الدقيق. وعندنا كوباية من الزيت، قد يكون بقى زيت ذرة أو زيت زيتون زي ما انتوا عايزين. بعد كده عندنا مجموعة كبيرة من الأفكار بتاعت الحشوات. للحادق عندنا لبنة ودقة زعتر وزيت زيتون. للحادق برضو عندنا جبنة مشكلة مبشورة وبسطرمة وفلفل ألوان، جبنة فتة وطماطم ونعناع، وللحادق عندنا حلاوة ومربى وعسل وقشطة وسكر وتفاح وقرفة. دي مجموعة كده، انتوا طبعا ممكن تعملوها سادة، ممكن تعملوها بشوية سكر وقرفة، ممكن اي حاجة يعني براحتكم. وروهم الحشوات بقى براحتكم على مهلكم. الو 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 الو، نورتنا حبيبتنا من جوه جوه حبيبة جوه. القلب حبيبة القلب يا حبيبتي، ايه الاخبار يا لولو؟ انت منورة يا جماعة، غنية عن التعريف، بس منورة قناة سفرة، انت منورة الدنيا كلها بنورك يا حبيبة قلبي.
يا لولو. ايوه كده، ايه الاخبار؟ الحمد لله انا يا حبيبتي، البرنامج، انا في حاله سعاده بالغه، ربنا البرنامج يخليك يا تحفه رب. والطريقه جميله وكل حاجه حلوه ونورتي مكانك، وبجد يعني بجد بحبك. عينيكي اللي حلوة يا حبيبتي، وأنا بحبك قد الدنيا، وربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. وانتي عارفه انتي يعني صاحبه وزميله الله وحبيبه يخليك، القلب، وانتي عارفه قد ايه احنا بنحبك. ربنا يديم المعروف ما بيننا دايما يا حبيبتي، ربنا يخليكي ربنا ليا. ربنا يوفقك دايما ويديكي على قد مجهودك ونيتك الطيبه. آمين يا رب، أنا وإنتي وكلنا يا رب، ما تحرمش يلا يا منك يا لولا، حبيبه قلبي، كل بحبك، التوفيق يا رب. ربنا وانا يخليكي كمان وليكي حبيبه قلبي، بالمثل يا حبيبتي ويزيد، ربنا يخليكي ليا يا لولو. ربنا يوفقك واحنا على تواصل. إن شاء الله أكيد حبيبتي يلا يا يا لولو، نورتيني يا لولو، نورتيني يا حبيبتي. طبعا حبيبتي وزميلتي وصاحبتي واختي غاده التلي، غنيه عن التعريف، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي وما يحرمنيش منك ابدا. تعالوا بقى نروح للطريقه، ولا اي حاجه خالص، المكونات الجافه كلها على بعضها الاول. بسم الله. دقيق، لبن بودره، خميره فوريه، ملح وسكر يا مدام ناديه. جميلة، التحية من غدغودة صراحة. حبيبة قلبي، انتوا اخوات وحبايب والدنيا كلها الحمد عارفة لله، كده. الحمد لله، ربنا يديمها نعمة ويحفظها حبيبتي بالزوال والله يا رب. منورة حبيبتي منورة يا مدام نادية، ما تحرمش من سماع صوتك. لعلمك الفقرة بتاعتك ناجحة 100%. الحمد لله رب العالمين. والله مش عشان كده، انت عارفة انا، انت غلاوتك عندي ازاي؟ عارفة يا مدام نادية، من القلب للقلب بجد والله. بحب انا يعني ذوقك في الاكل حبيبة قلبي، وذوقك في التقديم، وذوقك في اللبس والكلام، كل حاجه. متحرمش منك يا حبيبتي. فقره الاتيكيت جميله جميله، الحمد وبنستفاد لله، منها كتير والله. الحمد لله يا حبيبتي، وما انا تحرمش عايزه بقى منك. باذن الله من ايدك الحلوه دي يعني الجبنه القريش. من عيني، من عيني. وصفات للجبنه القريش، عينيا، لان احنا في البيت هنا بنحبها برضو جنب الفول. عينيا يا حبيبتي، فيا ريت يعني تدلعها لنا كده من شويه. عيني يا حبيبه قلبي، ما ماشي تحرمش روحي. منك، ما تحرمش منك يا مدام. وطبعا تحياتي لكل كاست البرنامج حبيبه قلبي، والاخراج والاعداد وكل الناس الجميله، كلهم والتصوير ما بيسلموا تنساوش. عليكي، كلهم بيسلموا تسلم. عليكي يا حبيبتي، تسلمي، نورتيني، منوره يا حبيبه قلبي. تسلمي لي يا مدام ناديه، نورتيني ومن عيني. حاضر، نعمل افكار للجبنه القريش من عيني، ما تحرمش منك يا مدام ناديه. حطينا كل المقادير الجافه، نديها بس ضربه سريعه، وبعدين نبتدي ننزل بالمقادير السايله. بناخد الزبادي الاول، بفكركم ان ده نص مقدار عشان ما حدش يتخض، وبعدين بنزل بالزيت، وبعدين ببتدي انزل بالميه بالتدريج لحد ما العجينه تلم معايا، اوقف ميه، ابتدي ارفع بقى السرعه شويه لانه كله اختلط مع بعضه، فنرفع ايه السرعه شويه وننزل بالميه بالتدريج زي ما اتفقنا. يا حاجه نادره، نعم، ازاي حضرتك؟ ازيك انت؟ كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيبه يا حبيبتي، الله انت عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه وفضل، الحمد لله. وحشاني قوي يا اميره والله. شوفيش وحش ابدا يا رب. لما كنت يا حبيبتي ما انتش موجوده بقيت زعلان. الله يخليكي يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يسعدك. بقيت زعلانه قوي والله. ربنا يسعدك يا حبيبتي. انا سامعاكي يا مدام نادره، اتفضلي. ايوه يا حبيبتي، ام زي يوم يم. الله يخليكي يا امي، ربنا يسعدك يا رب. انا عايزه الزبادي اللي انت كنت عاملاها وبتقولي عليها ديت، عايزه اعملها. عينيا، انا بشتري العلبه ب 10 جنيه. عينيا، نعمل لك احلى زبادي يا مدام نادره حالا، انا بقول لك على الطريقه وبعملها لحضرتك عملي ان شاء الله. قولي كده عشان امك ما بتعرفش بقى تكتب ولا تقرا. ربنا يديكي الصحه يا امي ويسعدك يا رب ويبارك فيكي يا رب. وحشاني قوي يا اميره والله. ربنا يسعدك يا رب. انا بطلع نفسي من الشربيني وهم عاملين الحفله، لما واحده بتساله عليكي قالت لها ده جاي حالا. الله يخليك يا حبيبتي. انا قريت جاي. هم يعني ادوا الواجب وزياده، وانا وهم واحد، ربنا يخليك. كنت مطرح توت الساعه 3، فتوت جت مطرحت، فانا بقيت زعلانه قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي، كلنا واحد وكلنا بنكمل بعض وما تحرمش والله منك. كل حاجه، بس انت مش عارفه لك، انا معيش بنات. الله انا احسابي بنات بقى وصبيان وكده. ربنا يخليهم لك يا حبيبتي. مش عارفه ليك معز عندي كده. ربنا يسعدك يا حبيبه قلبي، نورتيني وشرفتيني يا مدام نادره، وربنا يخليك يا رب. ربنا يديك الصحة يا حبيبتي، ربنا يديك الصحة يا رب. عجلنا العجينة، وعشان ما اعملش دوشة وافضل اعلي في صوتي،
بعد ما بتلم بنوقف المية وبنفضل نخلط فيها لحد ما تنعم خالص، بعدين بنغطيها ونسيبها لحد ما يتضاعف حجمها وتتخمر. وعشان تتخمر كويس نسيبها في مكان ضلمة ورطب ودافي، فبنشغل الفرن 5 دقايق ونطفيه، وبندخل العجينة وبنكون مغطيينها عشان نديها الضلمة بتاعتها، وكوباية من المية السخنة نزقها معاها في الفرن ربع ساعة نص ساعة، هتلاقوها تضاعف حجمها. أنا دايما بحب لما أجي أخمر العجين أخمره قطعة، عشان لما أجي بعد كده استخدمه بيبقى اسهل بالنسبه لي. لكن لو انتوا بالنسبه لكم اسهل انكم تستخدموا العجينه كامله وبعد كده تقطعوها، مفيش مشكله بعد التخمير يعني، يعني اللي يريحكم، دي بتبقى راحه في الشغل، فزي ما انتوا عايزين. المهم انها لازم تكون مقفوله كويس عشان ما تعملش وش وتنشف من على الوش، تمام؟ بعد كده خمرت، نبتدي نفتح. يا ندى حبيبتي يا اميره، حبيبتي يا ندى، زهقتك انا يا اميره، ده انا بسعيده بسماع صوتك والله يا ندى. يا اميره ما كان ليا نفسي اكلم اي حد بجد، نورت الدنيا، ربنا يخليكي ويسعدك والله العظيم، والقناه يعني بقى لها حته، الله يخليكي يا رب، الله يخليكي الدنيا كلها، وعايزاكي كده تبقي على طول منوره الدنيا كلها. ربنا يسعدك يا ندى ويخليكي يا حبيبتي، وما يحرمنيش من سماع صوتك. تسلم ايديكي وتسلم وقفتك الجميله دي ووصفاتك هايله، ويعني وربنا يخليكي لينا، ويسلم قلبك ويسلم تليفونك يا حبيبتي، نورت الدنيا كلها يا حبيبتي، بنور يا قلبي نورتيني يا ندى، حبيبتي ما تحرمش منك يا حبيبتي، انا وانتي طيبه يا رب، ربنا يحفظك ويسعدك وسعاده يا رب، انا وانتي وكل حبايبك يا حبيبتي. اخذنا شويه دقيق بصات قوي قوي من تحت ومن فوق، وفردنا العجينه. طيب نبدا باول حشوه، وهي اسهل واحده، ان انا اجيب شويه لبنه واقوم حاطه على وشها شويه دقة زعتر، وأقوم لما السرة بتاعتي أو أعملها سمبوسك اللي هي يعني كده نص دايرة يعني أهي. يا ملك ملوكة، معلش يا ملك كلميني تاني حبيبتي، وابتدي أعمل أي شكل كده على الأطراف، ودي بقت بحشوة الإيه؟ اللبنة ودقة الزعتر. طبعا دقة الزعتر بتتجاب من عند العطار، ماشي؟ طيب هشيلها حطها على صاج للفرن، وانا بحب دايما الصاج يكون عليه الورق السيليكون او السيليكون مات، دي بتسهل جامد قوي التنظيف، وبتوفر وما بتترميش وما بتتحرقش وما بتلزقش، فيعني مميزاتها كتير. وبعدين اقوم واخده واحده تانية اهي، واخد برده تعفير الدقيق بسيطه كده على الوش، وافرد طبعا الحجم اللي انتوا عايزينه، واخد فرده كده، وبعدين اخد من اللبنه وادي من دقه الزعتر واقفل. وعلى فكره ممكن تعملوا كل حشوه شكل، بحيث ان انتوا ما تتلخبطوش، تبقوا عارفين وانتوا بتقدموا ان كل حشوه الشكل الفلاني، او تحطوا حاجات على الوش مميزه لكل حشوه، فتبقوا عارفين هي ايه. وطبعا ينفع تخزنوها تجمدوها في الفريزر وتنزلوها توصلوها درجة حرارة الغرفة، وبعدين تبقوا تدخلوها الفرن. ناخد واحدة كمان نعمل لها لبنة ونفرد بالشكل ده كده اهو، ادي اخر واحدة لبنة اهي، وشوية دقة زعتر، يا مها. الو الو، ايوه شيف امينة، مدام مها ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله، انت عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي في نعمة وفضل، كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا حبيبتي، نورتي والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ده نورك. انا حبيت بس اتصل اسلم عليك واقول لك انك نورتي. شكرا يا حبيبتي، ما تحرمش منك، كتر خيرك، نورتيني، كل سنة وحضرتك طيبة. وانتي طيبة يا حبيبتي. حبيبة قلبي تسلميلي، ما تحرمش. هاخد بقى يا حبايبي، احنا عملنا 3 باللبنة، نعمل 3
بالزعتر والزيت، وممكن نعمل معاهم لبنه كمان، هقول لكم الطريقه ازاي. برضو هناخد تعفيره الدقيق فوق وتحت كده من غير ما ننشفها، ها. وبعدين دي بقى انا عايزه اعمل لها الحشوه جواها، فبايدي ببتدي اوسع مكان زي ما انتم شايفين كده، واسيب الحروف عاليه اهو عشان الدقه اللي هعملها بالزيت اهو. شايفين طريه وناعمه وهشه وخمرانه ورائعه كده بالشكل ده كده. واخد دي وانزل برضو في النص واوسع، وهي من كتر ما هي مظبوطه مش محتاجه ادوات يا جماعه، يعني بايديكوا كده والدنيا زي الفل. هقوم جايه بقى، جايبه هاخد بوله بس صغيره، كل اللي عندي دول كبار قوي، حرام خساره. هحط هنا شويه زيت زيتون، شويه دقه زعتر. وعلى فكره تقدروا تعملوا العجينه دي ستيكس لوحدها وتقدموها مع دقه الزعتر والزيت، بتبقى حلوه جدا برضو زي اللي بتاكلوها في المحلات الشامي. وهقوم واخده اتنين حاطه فيهم زيت الزيتون ودقه الزعتر في الفجوه اللي احنا عملناها في النص دي. وحاجة عند الثالثه، انا بحب الميكس ده قوي، هقوم حاطه، ممكن نعمل واحده كمان منها، لبنه، واقوم حاطه عليها دقه الزعتر بالزيت. ونعمل واحده كمان عشان ايه يبقوا اتنين واتنين. الو الو، ايوه دي حضرتك. الحمد لله. عامله ايه، اخبارك؟ الحمد لله. الفنانه القديره بتاعتنا اميره. يا نانا. ايه نانا، ما عرفتكيش والله. ولا هما في الكنترول. ازاي نانا، ده انت عامله لنا كمين. ازيك يا نانا، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا قلبي. بتقول لي حسك حلو عن البتاع، قلت لها اه شويه. ان انا بتحب تغني اصلا، فيعني حسك حلو دي بالنسبه لها حاجه كويسه. انا لما بخنف بحلو، انت عارفه يعني. امال امال، تبقي حلوه بالخنفان انت دايما يا نانا. حد يقدر يقول حاجه غير كده يا نانا؟ حبيبتي يا نانا، الله يسعدك ويرضيكي ويخليكي ليا يا حبيبتي. الله يخليكي يا ام راكب، نورتيني وشرفتيني. قلت هتلف خطوات تذم فيا، الحمد لله ما عملتش. لا لا لا، ما احنا بقى مش على الواتساب، احنا هنا هنلم الموضوع، هنلم الموضوع، هنكمل الموضوع ده على الواتساب. لا ما بخبيش حاجه على الجمهور خالص. لا ما هو معلش، خلاص هنقطع عليكي الخط حالا. نورتيني يا نانا يا حبيبتي. حبيبتي يا لولا، والله منوره. ربنا يخليكي ليا يا نانا، ما حرمتيش. مسليانا على السحور والله. ما تحرمش منك يا قلبي. الله يكرمك حبيبتي يا نانا. ويسلم ايديكي. تسلمي لي وتسلم عينيكي وقلبك يا حبيبتي. الله يخليكي. نورتيني يا نانا. يلا سيبك للشغل وكمل عليك لما تخلص. ماشي هبعت لك اول ما اخلص. نورتيني يا حبيبتي يا نانا. نورتيني يا نانا. الله يخليكي يا حبيبتي، باي باي. باي باي يا روح قلبي. طبعا نجلاء الشرشابي غنيه يا جماعه عن التعريف، اختي وحبيبتي وزميلتي والعقل الراجح عندنا، يعني احنا ايه نلجأ لنانا في التفكيرات والحاجات كده، عاقلة وجميلة وطيبة ولذيذة، وربنا يخليكوا ليا يا حبايبي. فرن حامي، درجة حرارة 200، فوق وتحت شغال، الرف اللي في النص، العجاين ما تقعدش اكتر من 8 دقايق في الفرن، 10 دقايق لو حجمها كبير، اكتر من كده تنشف. فوق وتحت شغال، المروحة موجودة لو موجودة شغالة، واطلع المعجنات بسرعه اغطيها عشان ما تنشفش. طبعا يعني مكسوفه ان انا بعمل معجنات ونجلاء الشرشابي بتكلمني، لان ده تخصصها طبعا الاساسي والرسمي. بس معلش يعني احيانا ساعات كده ايه نخش على تخصصات بعض كده، فايه تسامحني بقى نانا ملكه المعجنات. طبعا عملنا ايه؟ عملنا العجينه السحريه، عملنا منها باللبنه، عملنا منها بالدقه دقه الزعتر وزيت الزيتون، عملنا منها باللبنه ودقه الزعتر وزيت الزيتون، وعملنا منها باللبنه ودقه الزعتر جوه من غير زيت زيتون كحشو. اوكي؟ هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الفقره بتاعتكم انتوا، شاركنا سحورك. نشوف الصورة بقى اللي جات لنا من حبايبنا على السوشيال ميديا. جهاد بعتت لنا
البيض شكله خطير وتسلم ايديها والتصوير جميل جدا جدا. ودي الفقرة اللي بتنزل على السوشيال ميديا عندي وعند سي بي سي سفرة، وانتوا بتبعتوا لنا مشكورين الصور بتاعتكم، سواء حبايبي اللي جوه مصر او حبايبي المغتربين بره مصر، علشان نشارك بعض السحور ونشارك بعض الاجواء الرمضانية الجميلة. ناخد بولة صغيرة او طبق صغير عشان نمكس فيه هذه الحشوة. ده ميكس جبن، اي ميكس جبن، عندي رومي بس، عندي تشادر بس، عندي فلامنك بس، عندي موتزاريلا بس، اوكي، عندي جبنة بيضة، ماشي. هنحط كده شوية من الجبن المبشورة، هنحط شوية من الفلفل الالوان، هنحط شوية من البسطرمة، اللي مش بيحب البسطرمة يقدر يستبدلها بأي حاجة تانية زي التركي المدخن أو السلامي أو اللانشون، أي حاجة براحتكم. هناخد من العجينة ونحط دقيق من تحت ودقيق من فوق. يا مريم. ألو. إزيك يا مريومة؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. أنا بحب حضرتك جدا. حبيبتي ربنا يخليكي. عندك قد إيه يا مريومة؟ عندك كام سنة؟ عندي 9. ما شاء الله. بتساعدي مامي في المطبخ؟ اه. شاطره يا مريومه. انا كمان بحبك جدا يا حبيبتي. قوليلي، ينفع اسال سؤال؟ طبعا ينفع. هي انا عايزه اعرف طريقه اللازانيا. عينيا، احلى اللازانيا المريومه. نزلولي طريقه اللازانيا المريومه لو سمحتوا. عينيا يا مريومه. يلا بينا. فتحنا كده اهو للحشوه، وهنحط ميكس الجبن مع البسطرمة مع الفلفل الألوان جوه القارب ده كده أهو. أنا بحاول دايما أعمل حاجات بسيطة أي حد يعرف يعملها ورايا، ما تبقاش معقدة، ما تبقاش يعني، ها الدنيا بسيطة أهي وبإيدينا وكل حاجة حلوة أهو. أهو نحط دول كده هنا. كده عملنا مجموعة من الحشوات الحادقة. هنطلع فاصل ونرجع نكمل. لسه عندي حشوة حادقة وحشوتين حلوة، ولسه عندي الأومليت البيتزا. يلا نطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بس نبص على الفرن اول حاجه. يا عيني على الجمال. انا عرفت منين انه جاهز؟ من الروايح، من الروايح، من الروايح. احطه لكم هنا اهو. بصوا على الجمال، حاجه رائعه. بصوا بقى، زي ما دايما بنقول سواء في رمضان او في غير رمضان، سواء دلوقتي او من زمان، ما تنسوش ساعد تتساعد، طبق زياده تهادوا تحابوا. تعالوا نعمل الحشوة اللي بعدها. هناخد شوية جبنة، جبنة فتة، جبنة براميلي، جبنة كريمي، كل واحد الجبنة اللي بيحبها، جبنة قريش طبعا. وهنحط معاها طماطم، وهنحط معاها نعناع ناشف طبعا. ده طبق في حد ذاته كده، احط له شوية زيت وشوية كمون واكله عادي، لكن انا هستوحي منه حشوة للمعجنات، فهاخد منها واقوم حاطه جوه قطع العجين اللي انا ايه جهزتها وانتوا في الفاصل، كلها زي نفس الطريقه اللي عملناها مع بعض قبل ما تطلعوا فاصل، ما فاتكوش اي حاجه اهو كده. طبعا النهارده جالنا تليفون من غاده وتليفون من نجلاء الثلاثي المرح، انتوا عارفين
و الحلقات بتاعه العيد الصغير والكحك المميزه، وان شاء الله باذن الله السنه دي تكون موجوده، يكون عوده ليها كده لذيذه باذن الله وتعجبكم. شلنا الحشوه، عايزه بقى اعمل الحشوات الحلو، بس قبل ما اروح لها عايزه اعمل حشوه التفاح، فاحطها بس تستوي كده خفيف، انا مش عايزاها تستوي قوي زياده عن اللزوم، خفيف كده على النار. هحط لها ايه؟ زبده. بسم الله يا شيماء. الو يا مدام شيماء، ازاي حضرتك؟ شوف اميره، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، حضرتك طيبه، حضرتك طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. انا مش قادره اسجل كميه اعجابي بالحاجات اللي حضرتك بتعمليها. ربنا يسعدك يا رب يا حبيبتي. تسلم ايدك، وكل سنه وانت طيبه. واستاذنك، عايزين وصفات، حاجات بقى زي الجبنه والطماطم، حاجات غريبه بقى. حاضر عينيا، في افكار كتير ان شاء الله على مدار الشهر ان شاء الله تعجبك. ان شاء الله. نورتيني يا حبيبتي. حضرتك طيبه، حضرتك طيبه وبالصحه والسلامه انت وكل حبايبك. حطينا زبده، حطينا سكر وقرفه، حطينا تفاح. بالنسبه للوصفه بتاعه الزبادي، هنجيب الزبادي من عند اللبان، هنجيب كيلو لبن، وهنجيب علبه زبادي نقعدها في الثلاجه عندنا 4-5 ايام، وبعدين هناخد كيلو اللبن ده نغليه ونسيبه لحد ما يبقى دافي زي دمعه العين، نحطه في الخلاط ونحطه معاه الزبديايه ونخلطه كويس جدا، بعدين نحطه في العلب ونحطه في صينيه فيها ميه سخنه وندخله الفرن يكون دافي بس مطفي، وبعدين نقوم حاطينه في التلاجة. بالنسبة للازانيا هنزلها لكم على الشاشة كده. الحشوة بتاعة التفاح بتاعتي جاهزة، هاخدها واروح احطها في المكان المخصص ليها في العجينة زي ما انتم شايفين كده. يا ميري، مساء الخير يا أميرة. مساء الفل حبيبتي، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك الحمد لله طيبة. وحضرتك طيبه وبالصحه والسلامه يا رب، ربنا يخليكي منوره الدنيا. ده نورك يا حبيبتي. عايزين وصفات بقى مع السحور، حاجات للصيام لينا. ايوه عندك حق، انتوا صايمين معانا. ايوه احنا صايمين اول يوم مع بعض يوم الاثنين، صح؟ ايوه ده حقيقي. انتوا يا حرام هتصوموا معانا الصبح وبعدين تفطروا على سحور مش على فطار. اه احنا هناكل الزفر وانتوا هتاكلوا الفول. عينيا، حاضر عينيا يا حبيبتي، عينيا نورتيني وشرفتيني يا حبيبتي، ربنا يخليكي. تسلميلي تسلميلي، اتفضلي. حاضر، عندها حق، لازم نهتم بالوصفات اللي فيها اكل صيامي علشان خاطر حبايبنا صايمين معانا. تعالوا نعمل بقى الاومليت البيتزا. هنعمله ازاي؟ عندنا هنا تورتيه، او تستخدموا عيش صاج او عيش شامي او عيش بلدي عادي، وعندنا كمان بيض وصوص بيتزا وسلامي وجبنه مشكله مبشوره، وعندنا فلفل رومي، وعندنا زيتون اسود. هنعملهم بيتزا وهنقدمهم وهيبقوا لذاذ قوي قوي قوي. فكره لطيفه للسحور، وطريقه تقديمها لطيفه لو عندكم ضيوف، ولذيذه قوي. وفي الوقت ده انا هحط برضو من الحشوات دي جوه العجينة بتاعتي لحد ما تجولي بعد تصوير المكونات بتاعة الايه؟ البيتزا الاومليت. طيب هنا حطيت اسمها ايه دي؟ حلاوة، حلاوة طحينية، وادي القشطة معاها، دي قشطة بلدي من عند اللبان او قشطة وش اللبن يعني مش علب. وبعدين هنا في قشطة اهي، حط معاها مربى، مربى مش مربى فراولة، مربى اي حاجة، اي مربى ماشي. وبعدين دي هعملها قشطة وعسل اهي، التلاتة دول هنعملهم قشطة وعسل. افكار لذيذة قوي وهتعجبكم قوي، ومش بتاخد وقت ومش بتاخد جهد، وبتبقى لذيذة لو عندنا ضيوف، وبتبقى لذيذة زي ما قلتلكوا كمقبلات حتى للفطار. ناخد شوية عسل، طبعا هنا ممكن عسل برضو مع الطحينة والحلاوة والقشطة، وممكن مربى كمان فيبقى سكالانس، يبقى لذيذ قوي برضو ما يقولش لأ.
وبص على الفرن بقى بتهيألي قبل ما ابدا في الاومليت. حلو حلو شغال كويس قوي قوي، وهدخله دول كمان معاه اهو، وبعدين شويه وهنبدل، ننزل ده تحت ونطلع ده فوق علشان ياخد الايه الوش بتاعه على الشوايه مظبوط. نعمل الاومليت بقى. انا عندي زبده هنا، فالصراحه هاخد منها مكعب للطاسه دي. بسم الله. وبعدين احط عليها على الزبده العيش، وبعدين احط على العيش الجبن، وبعدين احط عليهم صوص البيتزا، بيديها طعم حلو. ممكن كاتشب، مايونيز، مستردة، مايونيز وكاتشب على بعض، حط شوية سلامي او بيبروني او اسمها ايه دي، لانشون او بسطرمة، حط شوية من الزيتون، حط فلفل رومي، مش هينفع نحط حامي بقى عشان احنا سحور، ممكن نحط فلفل الوان طبعا، ونحط البيض، نوزعه كده. وطالما حطينا بيض يبقى لازم هنرش رشة فلفل اسود، وهنجيب غطا او فويل او اي حاجة عندنا ونغطي بيها عشان نتأكد ان اولا الجبنة تسيح، ثانيا البيض يستوي. نجيب غطا بس نغطي بيه، نرفع من على النار، انا هدي بقى النار شوية، ونبص على الفرن. اخبار الفرن ايه؟ شايفين الجمال؟ لذيذ 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 لذيذ. واعتقد يعني معظم الناس، ما كانش كل الناس، بتحب المعجنات، وطبعا حبايبي اللي عندهم حساسيه جلوتين يروحوا للحلقات بتاعه المعجنات الخاليه من الجلوتين، وما يحرموش نفسهم من حاجه ولا اولادهم من حاجه. بس كده نغرف بقى اللي خلص من المعجنات بتاعتنا لحد ما الباقيين يطلعوا من الفرن اللي فوق، ما قدامهمش كتير دقايق وهيكونوا جاهزين. بسم الله. ادي اللي باللبنه ودقه الزعتر والزيت، وادي اللي بدقه الزعتر والزيت بس، وادي اللي باللبنه ودقه الزعتر من غير زيت بس حشوه داخليه. ونبص على الفرن لان اعتقد اللي فوق هنطلعه. هنطلع ده. واللي تحت هنطلعه فوق عشان ياخد اللون من الشوايه مظبوط. يا نرمين يا حبيبتي. يا اميره. يا نرمين ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا اميره، منوره الدنيا كلها. حبيبه قلبي يا نرمين، ده نورك يا حبيبتي. وليكي سلام من ماما، بس هي تعبانه ومش قادره. والله انا بقالي كام يوم عايزه اسالك عليها ومحرجه اكسفها يعني. عايزه تدعي لها علشان هي حبيبه قلبي، ربنا يشفيها. عندها الغده وصوتها رايح. حبيبه قلبي. فادعي لها، هي ممنوعه من الكلام، فادعي لها يا اميره. ربنا يشفيها ويعافيها ويخليكي ليها ويخليها ليكي يا حبيبتي. ميرسي يا اميره، وبتسلم عليكي قوي. سلمي عليها كتير جدا. كل سنه وانتي طيبه ورمضان كريم عليكي. طيبه وبالصحه والسلامه دايما، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. حبيبتي يا اميره. حرمش من سماع صوتك يا نرمين، وربنا يطمنك عليها ويشفيها يا رب. حبيبتي يا اميره. تسلمي لي يا حبيبتي. ربنا يشفي كل مريض يا رب. هناخد طبق عشان نحط عليه باقي المعجنات بتاعتنا. اعتقد هنحتاج الطبق ده كمان، فخليه معانا برضو احتياط.
نخلي الكبير للحلو ونخلي الصغير للحادق عشان ما نحطهمش مع بعض يبوظوا طعم بعض. شايفين الجمال وشايفين الهشاشة بتاعة العجينة؟ رائعة، هتعجبكم جدا جدا. يا مريم. مساء الخير. ده مريم، ازاي حضرتك؟ مساء النور. ازيك يا مدام أميرة؟ الحمد لله حبيبتي، الحمد لله. مبسوطين احنا شايفينك على الشاشه منور الدنيا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ده نورك، تسلمي لي يا رب. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. هستأذنك لو طريقه الميني بيتزا. عينيا، حاضر عينيا. شوفي يا ريت بقى معجنات بقى دايما. عينيا، حاضر عينيا عينيا يا حبيبتي. شوفي البيتزا بناخد كيلو الدقيق، بنحط عليه 600 ملي من الميه الدافيه، حط عليهم معلقتين كبار خميره، معلقتين كبار سكر، رشه ملح، اذا حبيتي تحطي زعتر وتوم بودره وبصل بودره حطي، وبعدين بنعجنها كويس جدا ونخمرها، وبعدين نفردها، وبعدين نديها صوص البيتزا عملناه بالبصل المبشور والثوم المفروم مع زيت الزيتون والملح والفلفل والريحان والزعتر وبشر الطماطم والصلصة، بعد كده بنضربه في الكبة ويبقى عندك صوص البيتزا. الوش بقى حطي جبن، حطي فلفل، حطي زيتون، حطي بسطرمة، حطي لحمة أو فراخ بس يكونوا مستويين، حطي سي فود بس يكون مستوي، وهكذا. وعلى فكرة العجينة اللي عملناها مع بعض النهاردة ينفع تعملوا منها البيتزا برضو. بصوا الفرن وجماله، لسه فاضل له دقيقتين عشان عايزه لون يعني اغمق من كده سنه، بس بصوا الجمال وبصوا هشاشه العجينه وبصوا اديتنا تنوع ازاي. ما تقولش لا في اي حاجه، العجينه دي ساده بحشوه على الوش من جوه، كله حلو معاها. الحاجه نادره انا قلت على الزبادي، احنا اللي فاضل لنا اللازانيا يا حبايبي، هي اللي فاضله. ايه تاني يا ولاد؟ ايه تاني يا ولاد؟ طب ماشي، انا اقول لها اللازانيا ازاي. اول حاجه هنعملها هتكون العصاج. هناخد البصل المفروم مع الملح والفلفل والحبهان والمستكه واللورة والسبع بهارات وجوزة الطيب، هنقلب كويس جدا مع البصل، وبعدين ننزل اللحمه ونقلب كويس لحد ما تستوي. رفعنا من على النار، هنعمل الصوص الاحمر، بنعمله بثوم، زيت زيتون، ملح وفلفل وزعتر وريحان، طماطم مبشوره وصلصه. عملناه رفعناه من على النار، هنعمل البشاميل. لكل كوبايه من اللبن ربع كوبايه من الكريمه، معلقه من الزبده ومعلقه من الدقيق، نقلب لحد ما يتقل ونرفع من على النار. نيجي للصينيه بقى، نحط صوص احمر، بشاميل، لازانيا، اللحمه، وهكذا وهكذا وهكذا، ونيجي على الوش نقوم حاطين تشكيله من الجبن. وتدعوا لي احلى لازانيا واسهل لازانيا ومن غير سلق ولا ايه ولا وجع قلب. اوكي اوكي ايوه هو ده اللون، بسم الله، هو ده اللون بالظبط اللي احنا عايزينه. الروايح هنا خطيره، خلوا بالكم بس ان الحاجات الحلوه دي بتلسع جامد، ف يعني لازم تكون هديت شويه قبل ما تاكلوها، حتى لو بتحبوا تاكلوها سخنه تبقى هديت بس شويه. ولا اروع، بصوا بصوا الهشاشه بتاعت العجينه رائعه. شكلوا بقى منها زي ما انتوا عايزين. الطاسه دي هدخلها تحت الشوايه عشان عايزه البيض يستوي مظبوط من غير ما يتلسع من تحت. هعمل ده في الفاصل، لحد ما نطلع فاصل ونرجع نكمل، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف نصيحة النهاردة لسفرة أشيك. نصيحتنا النهاردة عن النابكن أو منديل السفرة أو فوطة السفرة.
اول حاجه بنعملها ان احنا بنفكها وبنحطها على رجلينا كده، بنفردها على رجلينا. طيب عايزه امسح ايدي، عايزه امسح بقي، باخدها باخد الطرف بتاعها بمسح فيه ايدي، بمسح فيه بقي، اتاكد اني تنيت الجزء اللي انا استخدمته عشان ما يوسخش هدومي، وارجع احطه تاني وهكذا. طيب خلصت اكل، هاخد بريك، قايمه رايحه مثلا التويلت وراجعه او كذا، النابكن في الوقت ده هيتحط على الكرسي اللي انا قاعده عليه، هرجع اخده من على الكرسي احطه على رجلي. خلصت اكل، مفيش استخدام للنابكن، هقوم لما النابكن واخلي الجزء اللي مش نظيف جوه اللي انا استخدمته او مسحت فيه او كده واحطه على الطبق. يبقى ده استخدام النابكن او منديل السفرة او فوطة السفرة. بكرة ان شاء الله ان عشنا وكان لنا عمر في نفس الميعاد الساعة 12 منتصف الليل، هنعمل ايه في سحورك علينا؟ هنعمل بواقي، استخدام بواقي الفطار هنعمل بيها صينية كوردون بلو، تقدروا تستخدموها للسحور او لفطار تاني يوم، بس هنستخدم فطار بكرة والبواقي بتاعته. هنعمل سلطة بيض مسلوق، وهنعمل كنافة تيراميسو هنستغل فيها بواقي الكنافة بتاعة الفطار عشان ما نهدرش اي حاجة. برضو عايزين تاكلوها على السحور ماشي، عايزين تأجلوها لفطار تاني يوم ماشي، المهم ان احنا نستغل البواقي بتاعتنا. عملنا ايه مع بعض النهاردة؟ عملنا العجينة السحرية وخمرناها، عملناها بخمسة كوب من الدقيق الابيض المنخول، اربع معالق كبيره سكر، معلقه صغيره ممسوحه ملح، معلقتين كبار خميره فوريه، كوبايتين من الميه الدافيه، اربع معالق كبار من اللبن البودره، وعلبه من الزبادي، وكوبايه من الزيت. خمرناها وشكلناها، بعد كده حشيناها بحشوات متعدده، لبنه، لبنه ودقه زعتر، لبنه ودقه زعتر وزيت زيتون، دقه زعتر وزيت زيتون. عملنا كمان بالزبده والسكر والتفاح والقرفه، عملنا كمان بالجبن المشكله مع البسطرمه والفلفل الالوان المفروم، عملنا مع الجبنه الفته والطماطم المفرومه ونعناع ناشف، عملنا كمان مع الحلاوه مع القشطه، مربى مع القشطه، قشطه مع العسل، حلاوه مع القشطه والعسل، وعملنا اومليت البيتزا الاومليت، حطينا العيش من تحت، حطينا الصوص بتاع البيتزا، حطينا الجبنه، بعد كده حطينا الفلفل الاخضر، الزيتون والبيض مع السلامي، وقدمناه زي ما انتم شايفين كده. وانا الصراحه وانا بقدمه زودت عليه شويه جبنه، انا بحب الجبنه زياده في الحاجات دي. دي كانت الافكار والوصفات بتاعه النهارده اللي بتمنى انها تكون عجبتكم، ووصفات بكره ان شاء الله هتكون صينيه الكوردون بلو باستخدام بواقي بانيه الفطار، سلطه البيض المسنوق، وكنافه تيراميسو ببواقي الكنافه. استنونا ان شاء الله بكره الساعه 12 بالليل في سحورك علينا.